بدأت الحرب، فعلها بوتين كما كان متوقعا وباشر بغزو أوكرانيا. انفجارات تهز العاصمة كييف، وأعمدة الدخان تتصاعد في عدة مدن أوكرانية، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعلنها بكل وضوح: بوتين يريد تدمير بلادنا. رفاقكم الأعزاء وأباؤكم وأجدادكم لم يقاتلوا دفاعا عن وطننا الأم من أجل أن يستولي النازيون الجدد اليوم على السلطة في أوكرانيا. لقد أقسمت يمين الولاء للشعب الأوكراني وليس للمجلس العسكري المناهض للشعب الذي يسرقه ويهرسه. إلى من يحاول التدخل معنا وخلق التهديدات لبلدنا، يجب أن تعرف أن رد روسيا سيكون فوريا وسيقودك إلى عواقب لم تشهدها أبدا في تاريخك. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ادعى أن العملية العسكرية في أوكرانيا هي لحماية السكان في إقليم دونباس المستولى عليه من الانفصاليين الموالين له، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مقرات عسكرية ومستودعات ذخيرة للجيش الأوكراني، فضلا عن تدمير منظومة الدفاع الجوي وقواعدها. ولأن الحرب لا تمر دون حصد أرواح المدنيين، أوكرانيا تصرح بسقوط 8 قتلى على الأقل وجرح آخرين جراء القصف الروسي ومقتل أول عسكري في صفوف قواتها. لماذا تذهبين إلى المترو؟ لأن الاتحاد الروسي يشن حربا في أوكرانيا. إذن ماذا تريدين أن تفعلي؟ أنقذ حياتنا. وماذا بالداخل؟ الأمل في أن ينقذنا، لأن المترو تحت الأرض ينقذنا. خوف وهلع كبير في صفوف المدنيين وحالة نزوح ضخمة من العاصمة كييف والمدن الأوكرانية الأخرى بالتزامن مع دخول قوات روسية إلى الأراضي الأوكرانية. تطورات متسارعة تقابل بتحركات دولية خجولة لا ترقى لمستوى الاستعدادات على مدى أشهر، والتحذيرات التي لم تتوقف حينها. تحركات بدأتها الدول الغربية والعالمية بعقد قمة أمنية وفرض مزيد من العقوبات الأوروبية والأمريكية على موسكو، بالإضافة إلى دعوات ومطالبات لروسيا بسحب قواتها وإيقاف هجومها على أوكرانيا. يجب أن يتوقف هذا الصراع الآن. ما هو واضح بالنسبة لي هو أن هذه الحرب لا معنى لها، إنها تنتهك مبادئ الميثاق وتسبب أو ستتسبب إذا لم تتوقف مستوى من المعاناة لم تعرفه أوروبا منذ أزمة البلقان على الأقل. تعيش الحرب لأول مرة، دابا تعيش أول مرة غتعيشها صعيبة بزاف، كتخلع. أول مرة دابا نعيش هاد الحرب. الله يجيكم أخويا، الله يجيك أخويا، الله يجيكم ويسلم على اللي معاك ويسهل الأمور أخويا. أي سبحان الله لقيناه هو كاملين، لقاو الناس كاع كاملين، ندولكم كاميرا وتشوفوا هو المترو حيتاش كاين لتحت عامر مبروك، حيتاش كاين لتحت لا
قالوا انه دائما لو وقع شي حاجه لداخل والناس كامله هي هنايا. السلام عليكم، شكرا للناس اللي تواصلوا معايا، كنتمنى تبارطاجيو عفاك ماكسيموم البوست، انا لحتو فيديو باش الستوري باش تبارطاج عليكم، هنايا لحتها بوست بارطاجيوها توصل للماكسيموم. الله يرحم الوالدين، راه هادشي ولا كيخلع قسما بالله، هادشي ولا كيخلع لواحد الدرجه ما يمكنش، ولينا كنشوفوا شي بوست ما يمكنش منهم هاد البوست هذا اللي خليت لكم الستوري قبل هادي، بارطاجيو الماكسيموم الله يرحم الوالدين. أصبح كنت نسمع بي دوج ساعة مع الخمسة سنة بعيدة مش في قديم منها، لكن دوما كنت نسمع بي دوج نسمع قريب أحضر فيه، دعيوا معنا دعيوا معنا يسرن الله ويديروا شي حل، وإحنا خارجين كنتقدى وحيد دابا أنا كنهضر عادي وكنهضر مزيان، دابا تبتنا شوية ماشي علاش أنا يتكالميت ملي قربوا ملي كانوا معاد ما تكالميتش. أي مهم درت الستوريات ما كنت كاع نطلع على الستوري الأول، لكن هالستوري درت وحيد جاني بزاف الناس خايفه ويقولوا لنا واش بحالك خصك تبلا بيتي باسبورك وبيتي اقامتك كمل الرسوم الدراسيه وتاخذهم، حنا ما كانش بامكاننا نكملوا الرسوم الدراسيه بصريح العباره. انا جاوبتك راكم لقاو الحل، ديروا لنا الاجلاء، ديروا لنا اي حل كيبان لكم مناسب. بغيتكم عافاكم تبارطاجيو هاد الستوري مع لي زانفيونسور، بغيت هادشي يوصل للمسؤولين الله يرحم الوالدين، بغينا حل، حنا عالقين هنايا ما عارفينش شنو نديرو، كلشي تسد ما بقى لنا حتى حل حتى نخرجو غير مدينه اخرى وكلشي تقصف ما بقى حتى حل. ساعاتي مع ربع ديال الصباح سمعت شي حاجه بوم هكا ثلاث مرات، راه واحد الاحساس مهم جبنا تقدينا داكشي اللي غادي ناكلوه هاد الايام هادو، لانه كنعيش واحد الحاله ديال الرعب وشي حاجه اخر من غير ان